السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أعزائي وأحبائي المتابعين الكرام، النهاردة معانا كاتل بلاستيك زي ما انتم شايفين. الكاتل دوت بمشكلته إن هو بيجيب مية أو بيخر مية من المكان اللي هو عند الكهرباء. هنبتدي نفكه ونبتدي نعزل الأماكن اللي بنجيب منها المية عشان يشتغل معانا تاني. زي ما انتوا شايفين بنبتدي نفك اول حاجة القاعدة من تحت. القاعدة دي يا جماعة هي اللي بينزل من عندها المية. هنبتدي نفك المسامير بتاعتها. بعد كده بيظهر معانا الكاتل زي ما انتوا شايفين كده، ان هو مكان السخان او الهيتر. هنبتدي نفك الجوان البلاستيك اللي من اعلى. هنرفعه بأي مفك رفيع كده. هنبتدي ندخل المفك من الجنب ونبتدي نرفعه داير ما يدور عشان يظهر المكان اللي احنا هنعزل منه. اترفع معانا كده الداير البلاستيك دي. الأماكن اللي أنا بشاور لكم عليها هي الأماكن اللي بيجي منها المية، اللي هو الحز اللي هو ما بين البلاستيك ومكان تثبيت السخان. هنجيب عازل حراري سيليكون حراري وهنبتدي نعزل كل الحواف الداخلية للكتل الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، داير ما يدور بالسيليكون الحراري. هنلف على الكاتل من الداخل كله بالسيليكون. والطريقة دي نفعت في كاتلات كتير كانت بتجيب مية أو بتخر مية، ويبتدينا عزلناها بالسيليكون الحراري دوت، وبعد كده قطعت إن هي ما بقتش تجيب مية واشتغلت كويس. وبعد ما عزلناه وبعد ما عزلنا الكتل بالسيليكون الحراري، نبتدي نرتب الداير البلاستيك تاني في مكانه. هنبتدي نقفل الكاتل عادي خالص، وهنسيب الكاتل لفترة لحد ما ينشف السيليكون، وبعد كده نستعمل الكاتل نغلي فيه المية والشاي وكله يبقى في التمام إن شاء الله، ويشتغل هيبقى زي الفل. ادي قاعدة الكتل، وهنبتدي نربطها بالمسامير بتاعتها. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا والكتل اشتغل. واذا عجبك الفيديو واستفدت منه يرجى عمل لايك وتشير الفيديو والتعليق عليه ليستفيد الجميع وتعم الفائدة على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.